شكرا للزميل حمد بن طويلش الوهيبي. مشاهدينا الكرام، ما زلنا نتواصل ونجدد التحية واللقاء من جديد مع انطلاقة شوطنا الثامن للقعدان المهجنات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. نذهب مباشرة إلى هذا الانطلاق والمسار، نبحر بكم إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. من يتواجد على الصدارة، من يسيطر بالمقدمة وعلى المركز الأول. مقدمة الشوط والمركز الأول، مشاهدي الكرام، يتواجد هملول لمعالي الشيخ محمد بن مطيع الحامد مختار بن أحمد، من يتولى عملية التدريب والعناية التامة. المركز الثاني، من يتواجد نشوان من هجن الرياسة، مبارك بن أحمد بن مايد الأخيلي في عملية التدريب والعناية التامة. الدور دور المركز الثالث، ويأتينا شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، سعيدة بن عبيد السبوسي في عملية التدريب والعناية التامة. الدور دور المركز الرابع، ويتواجد مشهور من هجن الرياسة، صالح بن سعيد بالعرج المري، من يتولى عملية التدريب والتضمير. خامس المراكز، نشوف اللي في المركز الخامس، ويأتينا صوغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، عبد الله بن سالم المسافري في المتابعة والتضمير. سادس المراكز، يأتينا مشرف لسمو الشيخ زايد بن المر المكتوم، حمد بن علي العويسي، من يتولى عملية التدريب والعناية التامة. انتقل إلى سادس المراكز، ويأتينا في سادس المراكز جنتيز لصاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايل لمعالي الشيخ محمد بن بطيال الحامد مختار بن احمد، من يتولى عملية التضمير. ولكن جنتيز لصاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايل، فال سعود قادم بكل قوة، جنتيز قادم بكل قوة، جنتيز يغير، ينتزع الصدارة، ينتزع المركز الاول، ينتزع الناموس. يا سلام على هذا الاداء المميز الذي يقدم هذا الاسم الاقوى، جنتيز لصاحب السمو الملكي لك الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف ال سعود. علي بن راشد المري يغادر بهذا الشوط، ينطلق بالفوز. ولكن مشهور من هجن الرياسة، صالح بن سعيد بالعرج قادم بكل قوة ايضا نشوان، ولكن اغادر مع المقدمة، جنكيز غادر، انطلاقة الفوز، انطلاقة الناموس، جنكيز لصاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف ال سعود. واسعد الله مساك يا علي يا بن راشد المري على هذا الاداء المميز الذي يقدمه جنكيز بدون اي منافس، جنكيز بدون اي منافس. تهانينا والناموس لصاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف ال سعود، وتهانينا لمضمر جنكيز علي بن راشد المري. المركز الثاني نشوان من هجن الرياسة، المركز الثالث مشهور من هجن الرياسة، المركز الرابع وصل مشرف لسمو الشيخ زايد بن المر المكتوم، المركز الخامس شاهين لمعالي الشيخ محمد بن بطيال الحامد. هكذا كانت النتيجة، ولكن جنكيز يصل الى ناموس هذا الشوط ويهدي الفوز والانتصار مالكه صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف ال سعود، والى مضمر علي بن راشد المري. اسعد الله مساك يا علي بن راشد المري على هذا الفوز والانتصار بهذا الشوط. هو من استطاع ان ينال شرف الناموس جنكيز لصاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف ال سعود، واهدى الفوز ايضا لمضمره علي بن راشد المري، قاطع المسافه في زمن وقدره. مشاهدينا الكرام، التوقيت الزمني من اتى به جنكيز لصاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف ال سعود، وهدى الفوز لمالكه، وهدى ناموس لمضمره 13 دقيقه 42 ثانيه ثلاثه من الاجزاء من وصل فيه جنكيز، وهدى ناموس لمالكه صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف ال سعود، واهدى ايضا المضمر الفوز والانتصار علي بن راشد المري.